السلام عليكم خواتي اخواتي، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد في العالمين. خواتي الاعزاء، اليوم رانا جينا لواحد البلاصه، القلعه تاع مدينه اورتنبرغ. خواتي الاعزاء، رانا في اعالي الجبل. شوفوا معنا خوتي الاعزاء، هنا نصور حالكم كيفاش هذه القلعه جينا ليها. حبيت نصورها لكم وحبيت نوري لكم قلعه شابه بزاف، وكان تشوفوها من البعيد تولي تبان احسن واحسن. شوفوا خوتي، اسمحوا لي نروحوا هنايا. اللي حاب يجي يزورها خوتي ويسكن في بادن فيرتنبرغ، هذه مكان شباب بزاف بزاف بزاف. هاي ليك خوتي، شلوس بالألمانية حب يقول قصر. وهنا يا راهم كاتبين لكم وقتاش يقعدوا مغلوقين، حتى 31/3، لأنه خوتي الأعزاز البارح نورمالمون لو 7 مارس تفتح في ألمانيا، يفتح كلش. أيا البارح أنجيلا ميركل وليكيب تاعها قالوا باللي يزيدوا يغرقوا حتى ال 28 ولا لا فان تاع الشهر. المهم بلاصه نقيه خاوتي العزاز، هاك تشوفوا حبيبنا راه هنا نقي من هيه، دايرين لها خدام غير سبيسيال غير ليها، تقدروا نطلعوا منها في الجبل. نضرب بكم دوره خاوتي برك تشوف خفيف ظريف، وتشوفوا هذه القلعه خاوتي العزاز عندها تاريخ تاعها، ولو كان راهي مفتوحة مثلا، لو كان راهي مفتوحة خاوتي من احنا جينا مدنا بطريق الطونوبيل، كنا هي مفتوحة خاوتي نهضروا مع الألماني هذا كيشرح لنا، يشرح لنا خاوتي الأعزاز. هاي اللي تحبوا هنا تجوا تقراوا عليها تلقاوها وين هي، هاي اللي وين جاية. المهم اللي يسكن هنايا في الجوايه تاع اوفنبورغ وهاي وسماها اورتنبرغ. المهم خاوتي الأعزاز وكبير، لكن خاوتي دوكا نضرب طلة في الجوجل ونشرح لكم وشنو هي ونحكي لكم عليها. صلوا على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حبينا برك نعرفكم بهذه القلعة اللي كنت نقول لكم قبيلة. تعتبر القلعة هذه تاع اورتنبرغ من معالم اورتناو، الاورتناو معناتها المنطقة اللي تاع اوفنبورغ واورتنبرغ وهذه الجواية هذه يقولوا لها اورتناو، تقع فوق قرية اورتنبرغ في نهاية وادي كينتيك اللي راكم تشوفوا فيهم بعدايا في الفيديو، تقدروا تشوفوه لقدام كاين واحد الواد كبير اللي تقع ما بين اوفنبورغ وبين مدينة اوفنبورغ ومدينة جينجنباخ. تعود اصول قلعة اورتناو الى قلعة في القرن الحادي عشر، ما بين القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر اللي بنوا هذه القلعة خاوتي، والأصل تاع العائلة اللي بنتها هذه واسمهم تيرينغا باش يحموا الواد هذاك اللي راكم تشوفوا فيهم. بعد قلت لكم وادي كينتيك هذا هو واش حبيت نقول لكم. صلوا على رسول الله. خوتي الاعزاء كيما راكم تشوفوا الله يبارك منا الاخضرار، هذا كاع عنب خوتي، هذا كاع عنب دايرينه هنايا، ومنا نظره رائعه جدا 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 منا خوتي. تكمل اللي يعرف السيكتور هذا منا، تكمل خوتي تطلع للجبل حتى توصل للبايرن، معناتها حتى توصل ميونيخ. منا كاين واحد المدينه اسمها فيلينغن تكمل منا معاها، والشلوس ولا القصر كما يقولوا بالألمانية هاوليك خاوتي عم يخدموا فيه هنايا. الله يبارك، اللهم صل عليك يا رسول الله. خاوتي الأعزاء على بالكم بلي أنا وين نلقى راحتي وين نلقى روحي في الإخضرار وفي الجبال، نديكم معايا نجيبكم معايا تحوسوا ونقدروا خاوتي نهبطوا منا وندوروا من الجهة اللي من هيه، لكن نروح من الجهة اللي من هيه أحسن. معليش احنا صورنا لكم هنا يا خاوتي، الله يبارك ما شاء الله.
اليوم راني انا وخويا هيا جينا نصوروا لكم الله يبارك ما شاء الله. المهم نروحوا من الجهه اللي من هنا ونزيد نعاود نصوروا لكم. واش اللوز روح اضرب طله تشوف لتحتها روح كيفاش الله يبارك ما شاء الله. خاوتي بعد الفصل نواصل ان شاء الله. صلوا على رسول الله. ما صلى عليك يا رسول الله. اضرب الله يك يا جدك غير تفرج. اضرب الله يك ودعم خوك باسكو انا نحبكم جبتكم وين البلاصه اللي نحبها انا. صلى على رسول الله. عدنا والعود احمد وخوتي الاعزاز. كما قلت لكم كنا دائما رانا هنا في القصر هذا خاوتي. والعنب كما كنت نوري لكم برك جاتني واحد شفت واحد العفسه حبيت تفكرت ولي دعمي في درع الميزان. ربي يحفظ خويا عمر وربي يحفظكم كاع خاوتي الاعزاز. 48 ولايه. شوفوا الناس كيفاش خاوتي كيغرسوا العنب. راك تشوفوا العنب انت تميز خويا العزيز كيفاش يسقيوه على بالك يقعدوا يجروا موراه. شوفوا خاوتي دايرين له هذا التيو وكل تيو ثاق بالله مع الشجره قد قد معناتها كي يطلق الماء تتسقى كل شجره تتسقى بالقطرات اللي قدامها. راك تشوفوا التيو وراه وزابرينهم ودايرين لهم هذه العفسيس. راك تشوفوا حبيت برك كاينين خاوتي ناس انتيريسي حبوا معلومات. ربي يحفظكم يعطيكم الخير. نظره شابه بزاف منا انا طالعين انا وخويا الفوقه نشوفوا لعل وعسى تكون نظره شابه كمان نعاودوا نصوروا لكم بعد حين. صلوا على رسول الله. عدنا والعود احمد وخوتي الاعزاء. ثاني معلومه برك خوتي شوفوا خوتي هذا جبل. راك تشوفوا الجبل كيفاش جاي. شوف جبل ها ايه انا جاي انا جاي ليه جبل خوتي. شوفوا محفرينهم شوفوا كيفاش دايرينهم لتحت. راك تشوفوا وديان وديان جبل وبروفيتاو وسقموه وطلقوا لاطاي خوتي الاعزاز. حنايا جبل اقسم بالله العظيم عندنا جبل الله يبارك ما شاء الله في الجزائر والله العظيم غير ما نبروفيتيو فيهم كاع. وشوفوا خوتي الروبيلي تاع الماء مثلا تلقاه راه من الجهه اللي منيه مبلوكينو هنايا معناتها خلاص هنايا سي بون مبلوكينو معناتها تسمى الماء يجي غير هذه البلاصه. راكو فاهمين خوتي الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. واحد النظره كون راكو معايا هنايا والله العظيم غير قلت لكم انا وين نكون مريح وين نكون مريح نحبكم تكونوا معايا خوتي. هاوليك الشلوص هذا شوفوا خوتي كي نزوميو عليه. صبروا برك الضوء راه شويه كي تكون انفصل الضوء الله يبارك. وشوفوا الطريق خوتي منا كنا حابين نروحوا خوتي كنا حابين نروحوا انا وخويا نبدلوا البلاد الله غالب ما بين يدي حيله. كنا حابين نروحوا البارح خاوتي قلنا لكم غلقوا كلش الحدود غلقوا مع سويسرا مع فرنسا مع كاع البلدان. المهم حبيت برك نوري لكم وتحب تطلع خاوتي هاوليك تطلع منا. المهم صلوا على رسول الله. بعد الفاصل نواصل اي حاجه شابه راني نصورها لكم. صلوا على رسول الله. عدنا والعود احمد وخاوتي الاعزاز. بعد ما كنا خاوتي الفوقه عاودنا هبطنا حبه حبه كما قلت لكم قبيله خاوتي رانا هنايا في القصر. شنو خاوتي شوفوا ذيك النظره ولا باش اذا كنت تحسوا بها ولا شوفوا صبروا شنو نضربوا وقفه هنايا خاوتي. اقسم بالله العظيم غير واحد النسيم غير نتمناه لاي واحد فيكم. نتمنى العباد الايجابيين اللي يضربوا لي اللايك وتعليق الزين كيما احبابنا وخاوتنا اللي نحبهم انا. سمحوا لي اذا كاين الريح الله غالب خاوتي لازم ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك. كاين ارض تحت ثاني ما شاء الله الناس يخدموهم يخدموا في العنب راهم حتى خاوتي يشوفوا لتحت هيا وهذوك اللي ساكنين لتحت دايرين لهم شبيل بلاط دايرين لهم ودي يلعبوا ثلاثه شتوها. انا
نبيل لا لا دا ما خدت نوار فوتوس Ja, David. Da hat er gesagt, aufpassen. Ja, vielen Dank. Ja. Bitte schön. Danke. David, nimm es gegen das Blatt. Eh, gell, 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 شوف خوتي حبيبنا هذا مول العنبة مول الشي هذا مول الشي خوتي شوفوني يسكن الله يبارك يا خوتي العزاز واحد الدار ملياردير ما يكسبهاش أنفاس خوتي شوفوا أنفاس ليمن كي نوض الصباح يفتح التواقي خوتي العنبة تاعو خوتي لتحتو شوف شوفوا خوتي أنفاس انفصل الغابة السوداء يا جدك هو اللي جرى عايش في الغابة السوداء او ترى الله يبارك ما شاء الله شوفوا ان الصحبة تحب تمشي كايلي بالفيلو المهم خاوتي هو قال لي يقول اسكو شفنا باللي احنا زوج وشفني غير واقف وانا واقف قال لي يقول بالك يطيح برك باسكو هنايا شغل كاينه منحدر ومغلوقه المهم خوتي الأعزاز ربي يحفظكم صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أضرب الله يكون دعم خوك يا جدك وعلي خوتي الأعزاز المهم بعد الفاصل سنواصل إن شاء الله صلوا على رسول الله خوتي عدنا العبد احمد صلى الله عليه وسلم بعد ما كنت نمشي لقيت هذه خوتي دايرين افكات للزواوج ولا العصافير باش يعيشوا دير افكات يا جدك هاك تشوفوا فيها خوتي سبحان الله الحيوان ويفكروا فيه وحنا مسكين بشري بشر مسكين عنده الذراري ما يفكرش فيه اللهم مردنا اليك ارضا جميله صلى الله على رسول الله صلى وسلم وبارك عليه راك يا رسول الله عدنا والعبد احمد وخوتي العزاز دائما مازلنا هنايا شوفوا خوتي هذا الصور هذا كان مبني بكري مبني منا شوفوا خوتي هذه الشجره كانت صغيره بكري شوف الشجره كسرت الصور سبحان الله الحجر خوتي قعدوا في وسط العروق شوفوا فيهم وما همش حابين يخدموه مخلينه بالعاني هكذا باسكو هذا الصور ماشي جديد هذا الصور عنده قرون مخلينه هكذا خاوتي منظفينه ومخلينه هكذا سبحان الله الحجر شوفوا لداخل العروق خاوتي ها سبحان الله صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد في العالمين خواتي الأعزاز كما كنت نريكم موبيل حنا رانا هنا النقطة الحمراء هذه في مدينة أورتنبرغ قلت لكم أوفنبورغ ماشي بعيدة بزاف وكي تعود تولي تشوف هكذا هاي لك بادن بادن راشتات والطريق تاع كارلسرو رايح لفرانكفورت وهذه الطريق اللي تهبط لسويسرا لتحت باش تعرفوها باك وين جاية صلوا على رسول الله بلاصة شابة ما شاء الله ايه هذيك بيان سور هذه دائما نوريها لهم هاك تشوف دايرينهم هنا يا خاوتي داير لكم ورقه تحب تقرا سمحوا لي ها تحب تقرا هنايا تحب تقرا عليها تحب تدي الخريطه خاوتي باش ما تبحرش راكم فاهمين ان شاء الله بلادنا تولي هكذا ان شاء الله تتسقم البلاد ونولوا حنايا وحشاكم وحشا قدركم خاوتي الاعزاز اكرمكم الله هذو الصاشيات شوفوا شحال اللي عندهم هما تعرفوا يموتوا على ذيك الكلاب معناتها الكلب تاعك كي يديرها ادي الصاشيه ورفد الزبل تاع الكلب تاعك ما تخليهولوش متلوح في الارض ومنا طله اخرى منا طله اخرى خاوتي على مدينه اورتنبرغ هذه هي مدينه اورتنبرغ
وشوفوا السيستم تاع التيوات دائما كاين ها حتى لهنا. شوفوا السيستم تاع التيو خاوتي، شوفوا في لافان كيفاش يديروا له منا يغلقها، بصح كي يحب يزيد يبرونشي وحده اخرى مع باش كاش بلاصه واحده اخرى يفتحها. سبحان الله خادم كل شيء في الجبال، والجبال هيك خاوتي مع باش اذا راكم تشوفوا فيه هيك. شو نزوميكم شويه ها باش اذا تراكتور ولا جستوم راني نزومي عليه. ما تقدرش الزوم تاعي ربعة تحبس، تحب تطلع خاوتي ثاني تطلع بوسمو. بعد ما كنا نشوفو كنا نزومي وعلى هذاك الاخر تكوبات خاوتي الاعزاء سمحوا لنا، كان واحد التراكتور صغير هو اللي كان ثماك في وسط العنب هنا، تحب تجي تاكل ولا دايرين لك طابله بالحجر وكاع، كلو ما تخسرش. الدخله كاينه منا والدخله كاينه من هيه، لكن راهي مغلوقه الله غالب يا خاوتي. ما عليناش، المهم خاوتي انايا وين نلقى روحي مرتاح نفسيا نجيب خاوتي معايا. اكو فاهمين خاوتي، نجيب خاوتي معايا اكو. تشوفوا خاوتي الازاز الله يبارك، شحال شباب مام خاوتي العزاز شباب. وهذاك وين كان يقول لنا السيد ما تروحوش، ثم كنا احنا من الجهه اللي من هيه صام غالقينها نورمالمون هي نجومنا، بصح كي جايه دونجورو خاوتي هما غالقينها من تحتها بالعاني. واحد زوج ثلاثه اوبا نطلعوا. اوه ديك النسمه نتمناها لاي واحد. شوفوا خاوتي اللي سطل هنايا ثاني حجر وماركيته هنا في الالمان من اللي جيت خاوتي اللي صطاد تلقاهم عمري غير بليزيكيب تاعهم وعلى عين فارغين ما كاينش اللي جوار. حنايا حومتنا وين نسكن تحيه لخاوتي ولاد حومتي ناس بالزرقاء، مساكن عندنا صطاد هم يخدموا فيه، عندنا اكثر من 12 مليون لاعب. حنا وين نسكن في بن زرقاء خاوتي اقسم بالله العظيم غير مصنع تاع اللي جوار، عندنا صطاد واحد. حنا جايين كل بريزيل عندنا استاد واحد ويظلوا شكون اللي يلعب فيه شكون اللي يخلي. المهم خاوتي الاعزاء صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم. المهم خاوتي الاعزاء نخليكم، الحمد لله ضربنا دوره وجبناكم معانا. تهلاو في روحتكم، نحبكم في الله، صلوا على رسول الله، ضرب الله يدعم خوك ونتلاقاو في ساعه زينه ناس زينين. لو كان راه مفتوح رانا دخلناكم لداخل وصورنا الله غالب ما بلا يدي حيلة. تهلاو في روحتكم، نحبكم في الله، صلوا على رسول الله، السلام عليكم. عدنا ونعاودوا احمد وخوتي الاعزاز القصر هذاك اللي كنا فيه مقبله خوتي تاع اورتنبرغ. هاوليك كي يجي من تحت خوتي الاعزاز باركيت من تحت على جايلكم باش نوريه لكم جاي الفوق. شحال شباب الله يبارك ما شاء الله. هاي المهم برك حبيت نوري لكم من تحت كيفاش يبان، عنده نظرة شابة. المهم تهلاو في راحتكم، نحبكم في الله، صلوا على رسول الله، ضرب الله ودعم خوك والسلام عليكم.